السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، والنهاردة معانا فيديو جديد وهنكمل باقي تنظيفات النيش. طبعا احنا عملنا الدرفة الأولانية الفيديو اللي فات والفيديو ما كفاش، فهنعمل بقى مع بعض الدرفة التانية النهاردة، وهنبدأ بقى ايه بأول رف ده. طبعا ده فيه الترمس وكاسات والكوبايات اللي هي دي. طبعا زي ما انتم شايفين انا كنت رصاها كده، هبتدي ان انا انزلهم زي ما اتفقنا المره اللي فاتت والفيديو اللي فات. وطبعا هسيب لكم في البطاقات بتاعه نهايه الفيديو، هسيب لكم فيه الفيديو اللي فات لو حابين تروحوا تشوفوه. هلم بقى الحاجات دي على الصينيه زي ما عملنا المره الفيديو اللي فات، زي ما قلت لكم كده الفيديو اللي فات، هلم الحاجات ديت على الصينيه علشان ادخلها اغسلها واسيبها تتصفى، وانشر ده وتغسله وانشره، وزي ما اتفقنا اللي هو ما بياخدش 5 دقايق. هنزل الحاجات ديت وهرجع لكم تاني. خلاص يا جماعة، نزلت اهوت الحاجة، هروح بقى اغسلها. وزي ما انتوا شايفين منظرها، شايفين بقى التراب، الشباك قدام النيش مبهدل الدنيا. وحطيت هنا الورد زي ما قلت لكم، باقي الورد حطيته هنا ومش هرصه تاني زي ما اتفقنا الفيديو اللي فات. هروح بقى اغسلهم وارجع لكم علشان اوريكم رصيته ازاي، او هوريكم الاول طريقة التنظيف مرة تانية وهوريكم رصيت ازاي. وزي ما عملنا الفيديو اللي فات يا جماعة، هنبتدي كده نشيل التراب، وطبعا مش هننفض علشان خاطر التراب ما يبوظش الحاجات اللي احنا عملناها التانية. هنبتدي نمسح كده، وبعدين بالبليج وهنبدأ نلمع بالطريقة دي. بليج مرال اللي يجي معاكي، وما ننساش طبعا السقف من جوه، وبعدين بملمع الازاز بالطريقه دي، وهنمسح كده. طبعا زي ما اتفقنا ما ننساش الاماكن دي، نرفع كده شويه من تحت ومن الاتجاه اللي فوق كده بقى زي الفل. وادي يا جماعة منظر الدرفة بعد ما رصيتها. طبعا بعد ما نضفناها ورصيناها يعني غسلت دول وخلاص نشفتهم كويس بفوطة قطن بعد ما تصفوا، وحطيت الكاسين دول كده بالمقلوب قصاد بعض زي ما انتوا شايفين كده، ووراهم هنا كده الترمس، وهنا كده الكوبايات القصيرة، ووراها الكاسات، ووراها في الاخر خالص في الزاوية اللي هناك الكوبايات اللي هي زي دي، حاطة واحدة بالمعدولة وواحدة بالقلبة بتاعتها اهي. شايفين الخل والصابون نوعين بيخلي الحاجه ما شاء الله بتبرق، ما شاء الله ما شاء الله، يعني جميله جدا. وهنا كده حطيت برضو نفس النظام، وحطيت هنا اهوت في المكان ده بحيث ان هو يبقى باين للي واقف قدامه الكاس بالمقلوب اهو، ورا في الحته دي كده، وجنبه اخوه الناحيه التانيه. بقت الدرفه معايا بالشكل ده. هكمل بقى الدرفه اللي تحتيها اللي هي دي، برضو مطربه خالص، ده كده بتاع البليدج برضو هظبطها، وزي ما انتوا شايفين برضو مكركبه. هشيل بقى الورد والحاجات ديت، وهغسل الحاجات وهنضف كده زي ما نضفنا فوق، وهرجع لكم مره تانيه هوريكم انا رصيتها ازاي. وادي يا جماعه الرف التاني، زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت ديت كده طقم شاي تركي زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت هنا طقم الشربات دوت. طبعا المكان ضيق عليهم، فاضطريت ان انا احط كده الشفشق واقلب دول كده قدامهم، ومن ورا كده زي ما انتوا شايفين انا حاطه ال3 شبات تحت، وحاطه فوقيهم الشوب الاخير اهو، ال3 شبات كده تحت وفوقيهم الشوب الاخير. وادي كده منظر الرف الثاني قصدي، وده كده الرف الثالث. هبتدي برضو اعمل نفس الكلام فيه وانا رصاه كده بالطريقه دي، اما اشوف هغير فيه ولا لا. هخليكم معايا لغايه لما اخلصه وارجع لكم مره تانية. وادي يا جماعه الرف الثالث زي ما انتم شايفين اهوت، شيل لكم دي كمان عشان تشوفوه. حطيت كده ده الطقم بتاع الشوربه، ده صيني برضو،
طبعا اتغسل كويس اهو زي ما انتوا شايفين، وحطيته هنا كده. وطبعا دي ما بتاخدش اي وقت خالص، بتنشف على طول. عقبال لما بتكون الحاجات دي اتصفت بتكون هي نشفت، وزي ما انتوا شايفين، شايفين لمعته عامله ازاي. حطيت كده ديت اطقم كاسات قصيره، ودي برضو اطقم كاسات بس ايه اللي هي الطويله دي اهي بالشكل ده. حطيت كده اول اتنين هنا كده قصيرين، وبعد كده جنبيهم اتنين اللي هو الطويل، واخر حاجة خالص اهو حطيت اتنين من اللي هو ده، واحد زي ما هو كده والتاني معدول فوقه اهو. تمام، مش عارفة باينة ولا لأ. وادي هنا نفس الكلام بالظبط، اتنين اهم من الكاسات اللي هي الطويلة، واللي جوه خالص اللي هو القصير دوت وعليه اخوه بالمعدول. وادي كده شكل الرف اهو. تمام اهو، نكمل بقى الرف الثالث، الرف الرابع، الرابع والاخير برضو. شايفين ساعة العاصفة الترابية؟ شايفين؟ يلا اكمله وانضفه بنفس الطريقة، وارجع لكم اوريكم انا رصيته ازاي برضو. شايفين بقى يا جماعة اخر رف فيه الخير كله زي ما انتم شايفين كده، قلت برضو اعمله معاكم علشان عايزه اوريكم حاجة. بصوا هنا كده، دي كده بالضغط، وهنا كده الحتة اللي قدام دي، الحتة دي كده مغناطيس، مغناطيس ماشي. لما باجي اقفل الباب بيتضغط كده، والمغناطيس بيبقى موجود برضو. ثواني، الناحية دي اهو زي ما انتم شايفين كده، دي كده بتروح ماسكة في الجزء اللي هناك. تمام اهو في الجزء ده، هي انا ما عنديش في النيش ايد او حاجة تمسك ولا الكلام ده، لا هي بتضغط من هنا كده. هنبتدي بقى ننضف كل التراب اللي هنا ده كده بالقماشة اللي فيها التراب الاول، اللي احنا بننضف بيها التراب. ودي بقى مش هتتعمل طبعا، ما فيهاش ازاز، دي هتبقى كلها بالبليتش. نبتدي بقى كده رشة حلوة كده بالطريقة دي. اهو لمعت وبقت زي الفل خشب. كده بقى تمام، افرش المفرش بقى بالطريقة دي. والمفرش ده عادي، انا بحط المفرش العادي ده في الاخر اللي هو الرول المفرغ دوت. هجيب بقى الحاجة اللي بتتفرش هنا، الحاجة اللي هو باقي طقم الصيني، وهرجع لكم مرة تانية. وادي كده يا جماعه الرف الاخير. طبعا الرف الاخير ان انتوا عارفين ان هو ضيق كده شويه، فما عنديش مساحه ان انا اغير فيه اي حاجه، فهو انا رصيته زي ما هو، بس شلت اللي هو الورود المجففه ديت، وشلت الحاجات اللي هي كانت هنا بالطريقه دي، ورصيته زي ما هو تاني. وبكده يكون الرف بتاعنا ده كمان خلص اهوت. ادي كده اول رف من تحت، تاني رف، تالت رف، وادي الرف الرابع. وكده الضرفة دي كده كلها تبقى خلصت النهاردة معانا. هنعمل بقى الضرفة اللي في النص الفيديو الجاي ان شاء الله. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، هوريكم برضو طرق رصات حلوة جدا للنيش. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، وهستنى تعليقكم الجميل تقولي ايه رأيكم في رصات النيش بتاعتي الجميلة دي. هي عجباني انا شخصيا يعني. واخر حاجة اقولها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.